منورينا في ايه ده؟ جايب رشيده معاك؟ ازيكم يا فنانين؟ لا تهرج معنا، نحن نال حب الكوميديا. ايه ده ماله ده قافش ليه؟ انا احب الكوميديا. لا تعالى لي حبيبي عامل ايه؟ اهلا يا إيه انتوا فنانين هنا؟ نعم نحن فنانين من داعش. بجد والله احسن ناس. منين من داعش؟ من دعشاش ذات نفسها. من دعشاش بنين ولا دعشاش بنات؟ لا من العاصمة، دعشاش العاصمة. ده انتوا بلد الفن كله. نعم فنحن فعلنا مسلسلات عظيمة وافلام. زي ايه؟ فعلنا مسلسل لن اعيش في دعشاش ابي، وفيلم عمار الدعش شيان. ده نفس الفن عندنا بس عندكم فيه شين في النص. نعم نعم بجد والله. سيبك انا اسمع عندكم ان الجواز مليطة، الواحد يتجوز 18 20، صح الكلام ده؟ الجواز عندنا ليس شرط ان تتجوز امرأة. اتجوز موتوسيكل عادي. مش قصدي، ولكن هو بالحب. يعني بالحب الجواز، تحب معزة تتجوز معزة، تحب خروف تتجوز خروف. اه يعني ده مهجن جدي على راجل. قلت لك لا نحب الضحك ابدا. مش مهم انت تحبه، المهم الناس تحبه الضحك. يا سلام. ماله قافش عليا ليه ده؟ هو مواليد المقفشه فيظل قافش طوال الوقت. احذر مني. والله قعدتكم حلوه وبحبها، اعمل لكم حاجه تشربوها. لا انتظر، ما رايك ان ندخله معنا في داعش؟ بجد يا ريت. ونبذاش. ازاي ايه؟ ازاي اخش معاكم؟ أنت سوف تقنع إسنان والإسنان يقنعون إسنان، ونعمل شجرة كبيرة نقنع بيها ونلم الملايين. إيه ده وأنتوا بتوع كيو داعش؟ أنا مش فاهمك والله. بصوا أنتوا عادتكم حلوة، أنا أعمل لكم حاجة تشربوها. نعم فنحن نريد شيئا نشربه. أعمل لكم شاي؟ شاي. شاي العروسة؟ لا العروسة من المنكرات، ولم يأتي به أحدا من سلطان. لا والله السحلب لسه خلصان. أجيب لك شاي ليبتون؟ لا أريد شاي الشيخ أحمد. شاي إيه؟ شاي الشيخ أحمد. ده نزل إمتى ده؟ خلاص أنا هتصرف وأجيبه. هو اتسمر كده؟ هيا ماشي ماشي يا فنانين. تفضل كملوا تصوير أكشن. يلا اذهب. أحبك أبكر طايتك إيه؟ هيا. هذا الرجل غبي. أيوة. لا يفهم شيئا فأي شيئا. هذا نفعل هنا في كل بلدة ندخلها، نحاول أن نخوف الناس ويهربون ولا أحد يكشفنا، ولكننا عالقون الآن على الدائري. ماذا نفعل في المصريين؟ نرى إذا كان أهل هذه البلد يرتكبون المعاصي أم لا. نعم. فإذا كان يرتكبون المعاصي نفعلها معهم. نفعل ماذا يا غبي؟ المعاصي. لا ينفع أيها الأمير. لا ينفع. المعاصي جميلة. المعاصي جميلة، ولكن ما قدوة. قدوة؟ نعم. قدوة لمن؟ لنا. قدوة لنفسنا. يا غبي نقيم عليهم الحد إذا فعلون المعاصي. حسنا. يا غيظ يا غيظ، أنتم أيها الأشرار يجب أن تتابعون الناس هنا على الدائري، وإذا رأيتم أي أحد يفعل المعاصي قولوا لنا وسجلوها في ورقة. حسنا يا سيدي حسنا. هيا 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 يا غيظ. هيا يا غيظ. لا يفرق. إذن ماذا نفعل الآن؟ لا أعرف، يجب أن نسمي أسماء مصرية. يجب أن نغير أسماءنا ونسمي أسماءنا أسماء متداولة اليوم. نعم مثل ماذا؟ مثل كعبوش، زنجر، هنجر، شنخر، منخر. هذه أسماء متداولة في النار، نحن في مصر. في مصر؟ إذن نسمي حمادة النني، إسماعيل بؤلة، عبد الله لولو، إبراهيم زحلقة، عطية دحرجة. ماذا تقول؟ خالد كوبري، إبراهيم مزلات. لا لا لا، ما رأيك في اسم سعد؟ جميل. إذن أنا كمان سعد. وأنا سعد؟ إذن نحن الاثنين سعد وسعد، ونعمل برنامج سعد وسعد، فلا أحد يكشفنا. صح. هيا. أنا الذي سوف أعمل سعد الصغير. لا أنا سعد الصغير. أنا سعد الصغير. أنا سعد الصغير. ليه؟ ليه؟ إيه تعرف تعمل كده؟ 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 تعرف تعمل كده؟
يا بتعمل كده ما اعرفش يا عم. يبقى انا سعد الصغير يا خلاص. يبقى انا احمد سعد. لا ده انا من شبرا يا شبري. انت غنيت مع الحمار يا عم. انا اغني مع اي حد. انت مالك يا انا من شبرا يا اعمل اي حاجه يا شبري. ايه انا بغني يعني الفن يعني الاصاله. يلا يا دكتور تعمل كده. تعمل كده ولا ايه؟ ايه ده؟ ده انا جايب لك مطرب شعبي النهارده يدغدغ الدنيا يا مين ده؟ الفنان الشعبي العظيم اسماعيل شعنانه. خش يا شعنانه. آه أنا مش هفية. أنا بتقطع من جوايا ونسيت طعم الفرح. أنا مش هفية. أنا بتخرم من جوايا ونسيت طعم الفرح. أنا بتكحرت من جوايا ونسيت طعم الفرح. وارجع تاني واقول لك قول عا قول عا قول عا. اوعى كده. ارجع ارجع يا اهبل. ارجع. هو ده الفن. هو ده الغنى. اسكت. يلا ده انا من شبرا يا شبرتي. ايه يلا قطعك يا ده انا من شبرا يا سلام. يلا يا خلاص يا من حقها ولا مش من حقها؟ اهو يلا دمشي. اهو ايه انا اوريك يعني ايه الفن. والنهارده هجيب لكم معايا الفنان محمد نور. حبيبي يا حماده. محمد عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. سمعني حاجه بقى رد لهم بقى فن اصيل من عينيا. يلا حبيبي. ده كلام ده اسمه كلام. انت يا عم مزنوق عايز الحمام تعبان. بس يا عم انت عندي امتحان. بس يا حبيبي بس. ايه ده؟ ايه يا عم؟ حاجه بصوتك مش حاجه متسجله. ما هو ده صوتي. ده صوتك ازاي؟ والله صوتي. ايوه غني بالصوت اللي انت بتكلمني بيه ده. اهو يا عم. مشتاق لعنيك يا ليل والحفظ عليك يا ليل. انا يا ليل سلام يا ليل. يا عم انت يا عم انت غني اغنيه بصوتك عادي. بلاش الاغنيه اللي فاتت دي عشان كانت بايظه. معلش. حاضر. اهو مشتاق لعنيك يا ليل. ايه يا ابني؟ لو حبك نار بدموعي بالليل. اهو والله. ايه ده؟ ده القلب كله بايظ. هو ده اللي انت جايبه يا. يلا نمشي يا. يلا نسمعه طرب بقى. ده معايا شعنانه يا. ده شعنانه ايه؟ يلا نمشي يلا. يلا حبيبي والنبي اتكل على الله. يلا شعنانه يا. فاكراني يا دنيا فاكراني انا اللي دايما ظلمان. فاكراني يا دنيا فاكراني انا اللي دايما ظلمان. بإيدي بمسح دمع عليا وارجع واقول اقول 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 هي عيني ليلي يا ليل. سيدي ليلي يا عين. عيني ليلي يا ليلي يا ليل. دولا 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 جرحونا. دولا 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 تعبونا. دولا 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 جرحونا. تعبونا جرحونا تعبونا. وارجع تاني واقول لك قول بصوتين. يلا ده احنا من شبرا يا. يلا ده بس يا جايب له واحد بروحين. يلا بروحين تعالى. بس بس خلاص يا جدعان. والله انتم منورين لنا في منطقتنا. ايه لقد اقتنعوا الان اننا سعد وسعد. اذا نكمل سعد وسعد احسن من الخطر. انتوا سعد وسعد. نعم. طب يلا وارجع تاني واقول لك قول عا قول عا قول عا من هنا. ايه يا حبيبتي انت فين يا حبيبتي؟ يا محمود اديلي ايدك يا محمود هديلي في الطين. عم اديلك ايدي بقى بس قولي لي ايه؟ انت فين يا روحي؟ مش عارفه تنط من على السور؟ ما كتتيش من المدرسه قبل كده؟ يا محمود تعالى سندني الله يخرب بيتك. حاضر هاتي ايدي فطي هوب. مش عارفه تعملي جامب من على السور في ثواني وتنطي؟ محمود ايه الطريق اللي انت جايبني منه ده؟
وانا اللي عامله ولا مال انا. طريق الشغل بتاعنا يا روح قلبي هو كده يا روحي، هو ده الطريق بتاعنا. يا محمود انت كل يوم تجيبني منه يا محمود، على ما بنوصل للمشوار اللي احنا رايحينه بناخد 5 6 ساعات. يا سلام، على اساس ان الطريق التاني هيبقى ماشي وسهل يعني. ما تشنتنيش يا محمود. بقول لك ايه يا روح قلبي، ده احنا بنمر دلوقتي في فتره خطوبه، اسعد فتره زفت في حياتنا. وما لما نتهب